استقبال أسطوري ما كنتش استناه هكذا. الحمد لله يا ربي، نشكر هذا الشعب اللي خرج يستنى فينا بهذه الطريقة. الحمد لله احنا كما يقولك هدينا لهم أحلى هدية هي الكأس، وحاجة اللي فرحتنا هي أنه الشعب هذا كان يستنى في هذه لاكوب فارغ الصب، سواء تاع الصيف ولا في الجزائر. الحمد لله ليسونسيال نهديوها لهم اليوم إن شاء الله. صحيح الحاج، عميد الصحفيين الرياضيين في صيف، حضرت كأس أفريقيا 88 وحضرت 2004. والله فخر وافتخار أولا لمدينة صيف، لسكان صيف، للشعب الجزائري بصفة عامة، والحمد لله أنه شاركت. كنت غطيت المقابلة تاع 88 في قسنطينة في السلوج في الأمطار، واليوم الحمد لله أن حفيدي عبد الحي يحضر لرابطة الأبطال 2014، والعاقبة لكؤوس أخرى إن شاء الله ولأحفيدة أخرى. بارك الله فيكم. فرحة كبيرة واستقبال أسطوري للفريق. والله غير فرحة كبيرة، وجو ديري برافو أو جوار أو ستاف تكنيك اي لي ديريجون، إيزون في أن بون باركور، وإن شاء الله في المستقبل يزيدوا يكونوا تتويجات جديدة. إن شاء الله يعني هذه الفرحة اللي تاع اليوم راهي فرحة كل الجزائريين، فرحة ستيفيتلي توصل للقمة بحصولي على كأس الرابط الأبطال، إن شاء الله العقوبة لكأس العالم تاع الأندية، والتوفيق إن شاء الله للوفاق. شكرا. صور بدون تعليق. غاتخزر وتشوفوا ملا صافي بليزير، صافي بليزير كما يقول لك الناس هذه كانت مامنه بهاد لاكوب كيسناو فيها من الاول كما يقول لك. الحمد لله ربي ما خيبناش وفرحناهم وخرجناهم كما يقول لك، ربي يكمل الفرح هذا مكان. نقدر نقولوا 4 شهور من دخول المكتب المسير للوفاق، التوج برابطه ابطال افريقيا معاه واستقبال كما اليوم، واش تقول؟ والله العظيم الاستقبال يعني كان الله يبارك مليح، سواء في الجزائر او في سطيف، وحنا الحمد لله يا ربي دخلنا في التاريخ بهذه الكاس الافريقيه ان شاء الله، ومازال ان شاء الله نعملوا لقدام ان شاء الله، مازال نخدموا لقدام ان شاء الله. ان بو ايماجينير سي فغي سي كيلك شوز دو مانيفيك لاكاي، جامي جوري ايماجيني فيفغ سا ان جور دون ما في. فوالا اوجوردي بور موا سان سوفنير كي سرا غرافا في، اي دافوار غاني سيت ليغ دو شامبيون سي كيلك شوز دو مانيفيك. Voilà, on a donné quelque chose de beau aux supporters, ils sont en train de nous rendre l'appareil, et alhamdoulilah, l'essentiel, il a été fait. Et voilà, comme je dis, c'est quelque chose qui restera gravé toute une vie, ça. Maintenant, l'avis du supporter, qu'il faut que tu restes à l'équipe après le 31-12, fin de votre contrat. Inch'Allah, après, Koulchib El Mektoub, comme on dit. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis bien sétif, et donc on verra, je vais discuter avec les dirigeants, et Inch'Allah, on verra ce qui se passera pour la suite. De mon avenir, Inch'Allah. بلي راك تحلم والله في الصح، وزدت اليوم زدت حلمت كثر كي راك في هذا الاستقبال. اخويا كي تشوف الاستقبال هكا صافي بليزير، نشكر كاع الشعب هذا اللي جا لينا واللي نصبح هو يستنى فينا. الحمد لله ما خيبناهش، جبنا له الكاس الغاليه هذه كوب دافريك. ربي رحمته، ان شاء الله نزيد نشرفه باحسن تشريف في كاس العالم ان شاء الله يا رب العالمين. الاحساس ديالك ايش هكا؟ قول لي شنو هو؟ قول لي الاحساس ايش هكا؟ من احساس حلم هذا راني عايشينه دوكا، ان شاء الله ما نفيقوش منه، ان شاء الله نبقاو عايشينه ديما، وان شاء الله تبقى ديما الفرحه في الصيف هكذا. ما راكش تحلم يا رايد، عندك صاح راهي صاح، ما راكش تحلم. اقرصني اقرصني شوف بالك، اقرصني. ما راكش تحلم يا رايد. سيدي علي، على بالنا رغم انه الفرحه كاين يعني ظرف عيان شويه في مدينه عين زال حزينه، واش تقول؟ طبيعه الحال احنا جاتنا الفاجعه تاع حبيبنا واخينا الياس بيعه، اللي نطلبوا ربي ان شاء الله ربي يرحمه، وربي ان شاء الله يعطي الصبر للاهل تاعو. ومناسبه الاخرى اللي فرحتنا هي تتويج نادي وفاق سطيف، وزيد الثوره التحريريه تاعنا، كانت الفرحه فرحتين. الحمد لله نشكر الشعب هذا اللي جاو دارنا الاستقبال الحار هذا الكبير بزاف، نحن نشكرهم بزاف، نشكر الناس كامل اللي دعت للوفاق، والناس اللي تحب الوفاق، ونتمنى نعدهم ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا ان شاء الله باه العقوبه نزيدوا نديو تتويجات اخرى باذن الله ان شاء الله. فوارة زاهية اليوم وبريكو زاهية اليوم، عيد ميلادك البرمي نوفمبر، كانت أجمل هدية ليك، واحتفلت براية وفاق سطيف وبراية بريكو، واش تقول؟ الحمد لله كان احتفال، كان عيد وطني، كان عيد ميلاد تاعي بالمناسبة. الحمد لله ربي ما خيبناش، كأس غالية، أي لاعب يحلم بهذا كأس كيما هذه، تتويج كيما هذا، إن شاء الله ربي ما يكونش هذا آخر تتويج.
مازال تتويجات اخرى مع وفاق سطيف مع القاب. كان اختيار وفاق سطيف من اجل هذا السبب من اجل الالقاب. الحمد لله شرف لاني نحمل رايه وفاق سطيف ونهديها كاع للشعب الجزائري 48 ولايه كاع اللي يبغوا سطيف انصار وفاق سطيف والحمد لله يا ربي. استقبال غير عادي اليوم. الحمد لله على التتويج بعد كاس وراك تشوف الفرحه راهي كبيره. احنا دي جوار سطاف كاع الشعب تاع سطيف الشعب كاع الجزائري زيد ثاني كانت المناسبه كما اول نوفمبر الوغ الحمد لله فرحنا بهذا النهار. بالنسبة للاستقبال حاجة ما تنجمش تعبر عليها فرحة كبيرة. نعطيهم الصحة كاع الجمهور هذا اللي استقبلنا وهذا حافز لينا احنا باش نزيدوا ندخلوا الفرحة في لي زاني بروشان للفريق هذا ان شاء الله. ماشي زي حققت كل الألقاب مع وفاق سطيف خصتك كأس أفريقيا عدت وديتها في ثاني كما يقولوا مشوار مع وفاق سطيف شعور خاص لما تدي كل الألقاب. واش راح نقول لك الحمد لله يا ربي كما نقول لك هذه حاجه يفتخر بها اي لاعب ويتمنى اي لاعب. حصلت على جميع الالقاب في الجزائر الحمد لله يا ربي. هذا الكاس اللي كانت خاصتني انا اليوم كما نقول لك كراسا لي جوار وكراسا ستاف ميديكال ستاف تكنيك تمكنا باش نخليو لاكوب هذه هنايا. وقفلت كما نقول لك 10 القاب الحمد لله. التضحيه تاعي ما راحتش باطل لعبت مصاب طبيب الفريق لعبني مصاب الحمد لله لعبت 60 دقيقة عاونت صحابي بالاكسبيريونس تاعي الحمد لله يا ربي نادى كل الجزائريين 48 ولاية الحمد لله. 34 هدف خارجي دوكا جاية كأس العالم سجلت في العرب في ليناف في لاكاف سجلت فيهم كل مازال تخط سجل في كأس العالم دوكا. إن شاء الله كأس العالم ثاني كما نقول لك سيت أن بونيس إن شاء الله نبريباري ولا مليح باش نكونوا كما نقول لك نشرفوا الجزائر الأحد من التشريف إن شاء الله. الحمد لله كي روحت لاخو بوستيف ورانا فرحانين الكل وهذا بفضل ربي ان شاء الله والحمد لله وربي يهنينا وثاني نشكر القناة الهداف تي في وعلى راسهم سمير ونهنيكم وهني ربي ولادكم ان شاء الله وخلاص. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم نشكر وفاق سطيف بالمناسبة ثاني اول نوفمبر تسمى الجعرس جعرس وتحية الجزائر وهذه مدية للجزائر ومدية للشعب الجزائري كل وسطيفية وشكرا. استقبال هبال كيما والله كما نقول لك ما لحقنا لطيف الجمعة عبد الفتيح الحمد لله كيف فرحنا الشعب هذا وان شاء الله ان شاء الله نكرروها مرة ثانية ان شاء الله. وتحلم لك فرحة هكا تحلم والله يكون في عينها والله فد الحلم يا اخ سمير يكون صح. بلال خبشاش مسؤول لوجيستيك في وفاق سطيف الانسان اللي خالو يعني ضحى به باه يبقى كبير في عينين الناس قال لك تستاهل ميداليه بصح كانت ولد اختي ما ديتهاش. الحمد لله يا ربي المهم كما يقولها الواحد توجنا دينا الكاس هذه ميداليه لو ديت والله ما ديتش الحمد لله. المهم الناس على بالها بلي كنت نخدم وتعبت 4 سنين وانا نخدم واش راه دير نورمال تحرش عليه العجوز نورمال الله نورمال ان شاء الله كي دينا برك الحمد لله ونهديها للوالد والوالد.